السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس الاعزاء عليكم. كنتمنى المهمات والخوت والخواتات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وضروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. يا المهمات ديالي اللي مسانديني، غاتجيكم غريبه هاد الفيديو. مالف كندير الفيديو ديال الليل بالموسيقى، اليوم ما قدرتش ندير الموسيقى في الاول ديال الفيديو لان المورال فريمون المورال طيح لي المورال اخوتي، وغادي نعاود لكم القصه اللي طاح ليا المورال وربي الشهاده لهاد الهضره اللي كنقول. قبل ما ندوز الموضوع ديال السريعه غنعاود لكم هاد القصه. قبيله الفيديو اللي حطيت قبيله كنت عطيت واحد الفيديو قبيله وجاني واحد التعليق، واحد التعليق ديال واحد السيده اللي فريمون قاصني في قلبي، اقسم بالله ملي قريت داك التعليق وانا متاثر بزاف. اشنو كاين في داك التعليق؟ قالت لي السلام عليكم اولدي، انا انت عزيز علينا اولدي وكنبغيوك انا والزوج ديالي، كي كنجيو من الخدمه كنطلقوك في التلفازه كنتفرجوا فيك بحكم ما عندناش وليدات، ما رزقهمش الله بوليدات، كنحسبوك ولدي ولدنا. وفين ما كيدخل الزوج ديالي كيقول لي واش ولدي ياسين حط شي فيديو. عرفتوا داك التعليق؟ اقسم لكم بالله العظيم من ما قريت داك التعليق صافي جاتني البكيه الفرحه بزاف ديال الحوايج. من هذا المنبر كنقول لك الله يسهل عليك مهمتي، غادي نقول لك مهمتي لانك قلتي لي وليدي بين كبيره شويه ماشي صغيره حكم قلتي يا وليدي. الله يا ربي في هذا النهار وبغيتكم كاملين في التعاليق، الله يرحم لكم الوالدين الا كنت انا عزيز عليكم الدعوه معها بالذريه الصالحه. راه شحال من واحد بدا كيكبر وكتوقع شي معجزه ما تفقديش الامل، الامل ديما كيكون ويا ربي ترزق الذريه الصالحه. واي واحد يا ربي لا تحرمو من ديك الفرحه ديال الوليدات، اي واحد باغي الوليدات الله يرزقو بالوليدات. عرفتي ديك الكلمه باش قالت لي ملي كيدخل الزوج ديالي وكيقول لي واش ولدي ياسين حط شي فيديو حاسبينك ولدنا؟ يا ربي ما نخيبش الظن ديالكم فيا يا ربي يا ربي. بغيت ما عمر شي نهار تجيو تشوفوا فيا شي حاجه خايبه اللي ما تعجبكمش. راه التعليق ديالها خليته في اول، ردت لي ايبانغلي في الفيديو السابق وجاوبتها فيه. مهمتي الله يرزقك الذريه الصالحه. بعض المرات الاولاد ربي كيدير غير اللي فيه الخير، يقدر هاد الاولاد اللي ما رزقكش بهم الله يكون من الخير. حتى شي حاجه ما خايبه من عند الله سبحانه وتعالى، اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى من الخير، اي حاجه من الخير من عند الله سبحانه وتعالى، ما تكونش غير بيد العبد اللي هذاك العبد هي اللي صعيبه. اما الحاجه اللي بيد الله سبحانه وتعالى لا من المرض لا من الوليدات كنقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال، وما تخليش هذا الموضوع ياثر عليك بزاف. اللي بغاها الله هي اللي كاينه، والحمد لله الله قادر على كل شيء. قضيتي توصلي 50 عام ولا 60 عام وربي يدير معجزه وتحملي، وراه بزاف ديال النساء الحمد لله والطب تطور ورزقك الله الذريه الصالحه، الله يفرحك في هذا النهار. وكاع المهمات ديالو اللي كيتفرجوا فيا الله يفرحهم، واللي باغي شي حاجه الله يسهل عليا ربي في هذا النهار. هادشي علاش ما درتش الموسيقى، لانني انا ماشي من منافق، ملي كنكونش عندي المورال ما نقدرش نافق راسي ونافق المشاهدين الاعزاء. هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو للموضوع، سمحوا لي الا اثرت فيكم نتوما شويه. غندوزو للموضوع ديال اليوم. قبيله بان لي المنصه ديال المروبلات من بعد ما كانوا كيقولوا كلنا العاقه كلنا عسره، قالك حنا كنتنمروا على عسره وحنا ما مزيانينش حنا خايبين لك تعقلتو، بغاو يديروا لنا شكايات على قبل عسره. دابا ملي عسره تخاصمت لي مع السريعه ديالهم ديك الخصامه اللي دايرين هما فينا حقيقه ولا وهميه، اش خرج كيقولها اليوم؟ نودية في خاد الناقة، نودية في خاد العودة، يا البايراية هادي ما خلاو ما داروا البنت بالسبان والمعيون. فين هو المبدأ عندكم هنايا؟ فين هو المبدأ عندكم هنايا؟ اللي هو البارح كلنا فلانة واليوم كتقلبوا بحال داك الحرباية عندكم 100 وجه. اليوم كلشي أنا باش تشوف مرا كبيرة بعرضها بقامتها بطولها مطلعة معاها الناس خرجوا عيروا البنت قولوا لها هادي، واش كيقولوا السريعة صيفطي البنات عند أمهم؟ لا 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 لا، البنات ما غيرجوش عند امهم دابا، خليهم مع ماماهم السريعه. اللي نهار اللي كانت سعاد كتبكي جوج دموع من العين كتقول بناتي بناتي، كتقول لها السريعه انا طيحتك بالدومينو الاول وغنزيد نطيحك بالدومينو الثاني، لك تعقلتو غنطحنك بناتك كيما طحنتها. والبنت خرجت وقالت لكم انا من اليوم قررت غنبقى نقول ماما السريعه لانها فعلا ماما، فلهذا خليهم اطليهم السريعه. صافي سعاد شحال هادي قالت لكم انا بنتي دفنتها صافي حيدتها من الكبده ديالها، طليهم دابا السريعه. ما بقاوش تقول لها صيفطي البنات عند امهم، ماشي زعما غتصيفطهم سعاد غتستقبلهم. سعاد راه ماشي طايشه، سعاد راه ماشي سات لها الريح في الغريف اللي قلتو انتما هي اللي كاينه،
نفذ اوامر ديالكم. لا 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 لا، سعاد غدير داكشي قانوني قانوني اييه. اما العاقل كبيره كملت 18 عام، ما عندها ما دير سميتو، سيرتو دابا قبل زين المحارم، نهار اللي تسالي الجلسه وديك الساعه بغاو يرجعوا مرحبا. اما دابا ديروا الافلام ديالكم وتخرجوا تضربوا في البنات، حاجه غريبه انكم نتوما غديروا بينا الشكايه حيت كنتنمروا عليهم كما كتقولوا نتوما، واليوم تخرجوا نتوما كتنمروا عليهم. غنقول لكم شنو وقع بالضبط، علاش وقع هذا السوء تفاهم، واخبار يقين، هذه ماشي كذوبه اخوتي، الخبر اللي نقول لكم يقين والله القسم اللي هذا الشيء اللي كاين. العاقه كانت خرجت سهرات مع صحاباتها، سهرات مع صحاباتها وخلصات عليهم شي سهره وشناهو، وملي سالاو جاو معطلين للدار، جاو معطلين للدار، راك عارف ملي كيكسالو السهره برا كجاو كملوا في الدار. ايوا كملوا من راسكم، اش غادي يوقع في الدار؟ الروائح اللي غتخرج من البيت، قر ما قر، قر ما قر، هادشي اللي كاين. السريعه ولات تما زايد ناقص، كتقول العاقه شي كلمه كتعطي 10، ياك العاقه مزيانه دوقي شويه، شربي واحد شويه الكويس من داك العذاب اللي دقاتها سعاد، اللي كتقول لها سعاد كنتي كتسدي عليهم، وكنتي كتمشي تخدمي وتخليهم في الدار، ما كنتيش مهريه فيهم، خلي دابا السريعه تهلا فيهم، تهلاي فيهم السريعه. بناتك اللي قلتي بناتي طلعتي واحد المره وكنتي كتقولي الام ماشي هي اللي كتولد، الام هي اللي كتربي، يلاه ربيهم طليهم، واخا عطاتهم لك سعاد كبار ما بقاتش فيهم تماره، طليهم دابا، المسؤوليه عليك انتي. الا وقعت شي حاجه للبنات انت المسؤوله، لانك انت كنتي كتقولي البنات تحت الرعايه ديالي، البنات خلاهم ليا مفرقع امانه عندي انا، فهمتي؟ وانت العاقه اللي كتخرجي وكتصرحي كتقولي ماما كانت كتسد علينا بالساروت، قلتي ان ماما كانت كتسد علينا بالساروت وكتمشي للخدمه، حقتها كيجي بابا وكيدخل كنسمعوا الباب كنفرحوا، وفين وقع لك المشكله بنيتي ملي امك كتسد عليك بالساروت؟ ياك امك كتسد عليك بالساروت وباك تاهو كيسد عليكم بالساروت، حتى كيجي عاد كيفتح الباب وكتسمعوا ديك الدقه ديالو وكتفرحوا، يعني المشكله يكون وقع لك في الدار، ماشي برا في الزنقه مع شي واحد ولا شي حادث في الزنقه، ولا وقع لك في الدار على حد كلامك انت. ايوا قال لك الغدار كاين في الدار، دابا كنشدو كاع من كلامكم، قال لك كذاب نسي وسولو، كذاب غنسي وسولو، مره كتقولي حادث، مره حاجه سري غندي معايا، مره هادي، ولكن اعترفتي قلتي ان ماما كانت كتسد بالساروت، هذه نقطه ايجابيه لسعاد بعدا، بغيتو تضرو ولكن هي نقطه ايجابيه، كتسد عليكم كتخاف عليكم لان عارفاكم سيبات، عارفاكم صوبيسات، من الاخر فيكم خاصكم تحضاروا. ها السريعه ديالكم دابا ولات كتشكى منكم القنوات، كتشكى منكم القنوات انكم وليتو سيبات، لدرجه بنتها ما قابلتيهاش ليها اليوم، معيطه واحد القضيه بلاتي بلاتي بلاتي. السريعه قالت عيطت لشنيتيكا، جات الصباح باش تقابل بنتي مع السبعة الصباح وانا مشيت، والسريعه اللي قابلتها. وعلاش السريعه ما صورتيش لنا شنيتيكا؟ علاش ما صورتيش شنيتيكا؟ انا بعدا ما شفت شنيتيكا، الا كانت بانت في الاخر ديال الفيديو الله اعلم. باش ما فاش لك زعما ضروري تكون شنيتيكا عندك في الدار، ضروري ما تدخلها للكوزينه، شنيتيكا كاينه في الدار، مع العلم حنا عارفين ان شنيتيكا الدومين ديالها هو الكوزينه، بحال خدي ديما ملي كان مفرقع ولا بلا مفرقع. شنيتيكا زعما ما قد طيب عديسه، ما قد طيب شويه اللوبيا، ما قد طيب مريقه داك الدواز، تعرفوا الدواز بعدا ديك المرقه اللي بلا الحب، ما قدرتش طيبه شنيتيكا زعما، تا جيتي تي زعما والمعاناه وانا جيت سرك، لانك انت خدي ديما خدمي جفاف، انت جيتي جفاف وغتبقى جفاف وغتموتي جفاف، مدلوله ديال الخلا والشيطان. ها انت انت اصلا علاش مجوج بك المفرقه دايره معاكم ترا عقد عمل خدامه، خدمي خدمي جمع الادسنس، خلي البنت تبرع شويه تعيش حياتها، خلي البنت هي تعيش حياتها شويه، خلي البنت الدور، خلي البنت تجيب صحاباتها، خلي تعيش الحياه. ياك سعاد كانت حابساها، سعاد كانت معديه عليهم، كانت ساده عليهم في الدار، خليهم يجوا عندك تلقاو الحريه، لقاو الام البديله، لقاو الحنان عندك. يا كانوا كيقولوا لقينا الحنان اللي ما لقيناش عند امي، متنا سعاد، سعاد ما مزياناش وسعاد هادي، انت دابا مزيانه خدمي عليهم. وديك الهضره اللي كتبقاو تلمحوا لها سعاد دي بناتك دي بناتك، ما غاديش تجيبهم سعاد، لا 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 لا، وحنا هضرنا مع السعاد اخوتي ما غاديهمش السعاد، حتى مورا الجلسه هذيك الساعه يكون رجوع اذا كان. اما دابا بقاو تلمحوا وتهاجموا البنات بالعاني، واف خاد العوده، اف خاد الناقه، اف خاد هادي، الهضره ما قلناهاش حتى حنا ديال فخاد الناقه فخاد، ها انتوما اللي جيتو كتقولوا، شتي
شي بنادم ما خاصوش يظلم. نتوما ما عندكمش المبدا، حنا بدا الحمد لله مضامنين مع السعاد النهار الاول، نتوما مره مع خلفينو، مره مع البنات، مره واليوم تصوروا الهجوم اللي هاجموا بوكريشه، اللي كانوا كيقولوا كلنا بوكريشه كلنا بوكريشه، مبقاش بوكريشه اليوم ولا يقولوا لي الشماته. ياك بوكريشه راجل مزيان وطيب، وسعاد اللي خايبه وسعاد اللي ما مزياناش، اشنو تبدل؟ ولا حيت بان لكم السريعه كتشك عليكم كتحرض، نوضو راه داير ليا وفعل ليا ونوضو، ايوا خليها تخلص، مازال ودي السريعه، مازال 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 تخلصي وتودي. من عند عائله المفرقع اللي كنت تقول عليهم، ملي كنا كنقولوا لكم ان هادو ما كيسواوش لا شنيتي كان المفرقع على بناته، شوف واش داروا في سعاد مسكينه. حنا كتزيدوا كتثبتوا المصداقيه ديال سعاد، ان هاد السيده فعلا كانت كتعاني معاه، مع البنات ومع الاب. ها انتم دابا كتضربوا في بناته بوكريشه باش تعرفوا على اننا حنا على حق، ما كنهضروش من فراغ. المهم خوتي هذا هو لا فيديو، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى التعاليق ديالكم واللايكات، وتصبحوا فرحة الله ان شاء الله. صبحوا على خير المشاهدين العزاز، بونوي اي بون غيب يا المهمات ديالي والمهمه ديالي اللي كتبت ليا تعليق، الله يسهل عليك يا ربي. تحياتي لكم اخوتي، صبحوا على خير.